السلام عليكم شباب، هقدم لكم طريقة عمل Navigation Bar بدون الحاجة إلى أي مكتبات بالـ CSS أو مكتبات الجافا سكريبت. مجرد استخدام الـ CSS واستخدام الجافا سكريبت، طريقة مبسطة وسهلة. مثل ما تشوفوني فاتح البراوزر، يتضمن لينك ويتضمن اللوجو اللي تشوفه أمامك. طبعا أنا حاليا هذا البراوزر، فنريد نجرب عملها نفتح الاسبكت حتى نجرب عملها داخل الهواتف. نفتح هذه العلامة حتى نشوف عن طريق الهواتف. إذا تجي تشوف حاليا عندي شنو؟ عندي اللوجو حيظهر بهذا الشكل، يكون مكانه ثابت، وعندي الليست هتكون ثابتة بهذا المكان. عند الضغط عليها راح يظهر بهذا الشكل النافيجيشن، يحتوي على اللستة الخاصة بنا من اللينكات، تمام؟ حتى يقدر مجرد ما يضغط على أي لينك معين يحول على صفحة أخرى، تمام؟ عندنا شوف الطريقة شلون ممتازة جميلة ومتجاوبة مع جميع الأجهزة سواء كان آيباد أو أندرويد أو أي أو إس، تمام؟ فهذه شلون انعملت او طريقة عملها. خلينا نجي نشوف، نفتح المحرر فيجوال كود، تمام؟ عندنا اولا نحتاج الى عمل، اولا index.html والmain.js وملفاتنا المعروفة. عند فتح index.html راح تجي تشوف من ضمن اولا دوك تايب HTML، HTML ماخذ لاند، اللاند هو الـ EAN، والهيد يحتوي على الميتا، تمام. وعندنا اللينك اللي هو ريل ستايل شيت، راح ياخذ ستايل دوت سي اس اس تضمين ملف الستايل، تمام. التايتل هو مثلا ريسبونس ناب، مثلا ريسبونس ناب، او احنا حاليا راح نشوفكم الوسم داخل البادي شنو راح يصير. داخله اولا الناب يتضمن الديف ياخذ كلاس لوجو، كذلك غلق الوسم الديف. عندنا يو ال، فتح الوسم يو ال هيتضمن كلاس الناب لينك، وراح نتعامل ويا هذا الكلاس داخل الجافا سكريبت. راح نضيف اللينكات الخاصه بنا قبلها نضيف وسم ال ار حتى يكون الشكل اللي احنا نريده. هذا خلي نغيره الى البراوزر حتى يظهر بهذا الشكل. نحتاج ايضا اضافه ال li، تمام. فنضيف الوسم ال a داخل كل شنو، داخل كل لينك، وذلك حتى نستخدم الاشرف ننقل الصفحه معينه، تمام. نغلق ويتم غلق شنو؟ اليو ار. نفتح الديف واسم الديف نعطيه كلاس نسميه اي اسم، وراح يكون هذا الاسم اللي نشوفه امامك اللي خاص بمن؟ اللي خاص بالتعامل ويا هذه الليست، تمام. هتضمن ثلاث لاين، لاين 1 لاين 2 لاين 3، تمام. ثلاث ديفات اللي هي حتكون هذه الليست، ماشي. فنتعامل وياهم يا سي اس اس. هنفتح الناف راح يضمن بس البلاي فليكس و جستيفاي كونتنت اللي حيكون سبيس اراوند اللي هو شنو الفراغ الموجود بهذا المكان. وعندي الاين ايتم سنتر، وذلك من اجل توسيط النصوص، هاي معروفة. المين هايت اخذ 8 VH، تمام. فونت فاميلي نوع الخط هو هذا. البوزيشن فيكسد، وذلك من اجل ثبات هذا النافيجيشن يكون توب، يعني يكون بهذا الشكل
يعني إذا مثلا نعمل مثلا أي شيء داخل هذا البادي، داخل هذا البادي الموجود هنا، وننزل بالسكرول، ننزل مجرد ما ننزل راح يكون هو ثابت فيكسد. تمام، عندنا البوزيشن هو فيكسد، الهايت 60 بكسل، والويت 100%، باك جراوند كلر اللون هو هذا. تمام، بوزيشن فيكسد وهكذا. عندنا توب 0 والليفت 0 وترانزيشن اللي هو الاي سياق. تمام، من اجل شنو؟ ظهورا من دون اي نشاز معين او لخبطه. تمام، نجي كذلك نبقي بكلاس دوت لوجو. تمام، ياخذ كولر اللون الابيض. تمام، تقدر تضيف مثلا لون ابيض بهذا الشكل، او تضيفه مثلا مجرد ما تكتب وايت. عندك تيست ترانسفورم اللي هو ياخذ شنو هذا اللي مسويته سي اس اس، او طريقه سهله لذلك تكبير شنو الخط مالك، الخط اللي يظهر بهذا الشكل. لو نجي نشيلها وتشوفون الخط كيف يظهر حتى تفتهمون قصدي، نسوي ريفرش مثل ما تشوف اصبحت سمول. ونجي نشيلها نسوي نخلي نعيدها مره ثانيه اضافتها، وراح تجي تشوف شلون يصير طريقه اضافتها. اما الناب لينك فياخذ ال اي. تمام، الليست ستايل يكون شنو نان. تمام، والناب لينك راح ياخذ ديزبلاي سليكت، راح ياخذ جستيفاي كونتنت، وراح ياخذ اراوند، وذلك من اجل شنو احنا قلنا الفوارق الموجوده مثل ما شفنا. الناب لينك الخاص باللينكات الوسم الاي. تمام، استهداف الاي كولر راح يكون لون الابيض، وذلك من اجل جعل هذه الكتابه باللون الابيض. وعندنا فونت هو طوخ يعني بولد، والفونت السايز 14 بكسل تقدر تتحكم بيه. تمام، عندنا الناب لينكس راح ياخذ اي هوفر، وذلك من اجل عند مثلا اي لمسه معينه تريد تضيفها هسه، اذا مر الماوس على الهوم راح يظهر بغير لون واللي هو هذا اللون. مثلا اذا اريد اضيف اللون الاحمر مثل ما تشوف، مجرد ما انطيه ريت راح يضيف اللون الاحمر عند تمرير الماوس بهذا الشكل مثل ما تشوف. لمسه حلوه، وذلك بيها ترانزيشن معين اللي هو 2S. تمام، ترانزيشن معين. طبعا عندي راح استهدف هذا الوسم اللي هو الكلاس مطي اني هذا الاسم بورجر او بورجر. تمام، فاضفت الوسم هذا وانطيته ديسبلاي نون، كذلك استهداف الدب الخاصة به اللي هو يتعامل وياه بهذا الصورة. راح ياخذ اللون الابيض اللي هو شنو احنا قلنا اللينك هذا. فلو نجي مثلا نغير لونه، نقدر نغير لونه بصورة بسيطة، نعطيه مثلا هذا اللون. مثلا لو نجي راح تجي تشوفه يظهر بهذا الشكل بهذا اللون. وهذه التعامل مع الليفت. هسه نجي عن طريق الهواتف، وراح نجي نعمل التجاوب عن طريق الميديا سكرين. فراح ياخذ الماكس ويدث، ياخذ الاوفر اوفر فلو الاكس، هيكون هيدن البادي يكون هيدن. تمام،
ذلك من اجل اخفائها داخل البادي. يعني عندما مثلا هسه تشوف انت حاليا هي ما تظهر بالبراشر، يعني هي مخفيه عن طريق احنا فقط ضفناها الى الهواتف، فتظهر مع الهواتف ولكنها لا تظهر، هذه اللثه لا تظهر عند فتح البراشر. فمجرد ما انت تكبر البراشر راح يظهر بهذا الشكل وياك، تمام؟ تنطينا اوفر فلو هيدن. فنجي احنا حنشوفها، طبعا احنا تعاملنا راح يكون فقط مع الهواتف، تمام؟ فالناب لينكس حيكون بوزيشن ابسولوت، والرايت يكون صفر، والهايت يكون 50 في اتش، تمام؟ ذلك من اجل شنو احنا يا سادي؟ هذا من اجل تنسيق هذه ظهور هذه الناب، يكون بها طريقه ايضا حيضمن مثل ما نشوف عندنا يضمن دايركشن كولوم، هيكون يعني شنو طريقه او عرضه، هو يكون مثلا اعمده، تمام؟ يكون سنتر، وذلك من اجل شنو ظهوره بالتوسيط. راح ياخذ الويت 100% من ملء الشاشه، والترانسفورم راح ياخذ ترانسليت اكس يكون 100%. اما الانيميشن اللي تشوفه امامك اللي هي تعاملها راح يكون مع الجافا سكريبت، الانيميشن نيم راح ياخذ ناب لينك شيء، تمام؟ اللي هو اسم معين انا وصفته، تمام؟ وكذلك الناب لينك لل ال اي راح ياخذ ترانسفورم يكون شنو؟ يكون كابيتال، تمام؟ والايس ياخذ شنو؟ 0.4، تمام؟ عندنا الكارسر اللي هو متعلق. هسه نجي مثلا نشيل هذا الكارسر راح تشوفون الفرق. الفرق هسه ظهور هذه اليد، هذه اليد اللي مثل ما تشوف، اجي اشيل اجي ارفرش مثل ما تشوف ما ظهرت هذه اليد، فتهتم ظهور هذه الايد الصغيره، اليد الصغيره. وهكذا إضافة ترانسفورم ترانسليت والليفت 60%، وهكذا راح يتضمن سلايدر انفينيتي. طبعا هذه نشيلها ما راح احتاجها، هذه خاصة بغير شيء انا ضايفها ما عندي تأثير اي شيء. فقط هذه حاليا اضيف الناب كتير، طبعا ترانسفورم ناخذ ترانسليت، هذه التعامل مع الجافا سكريبت. خلينا نجي الجافا سكريبت نشوف كيف عملنا هذه الحركة، عند الضغط على هذه يظهر مباشرة بستايل السي اس اس، تمام؟ اولا استخدام الكونست، تقدر تستخدم الليت او الكونست، ولا افضل الكونست، تمام؟ الناب ستايل راح ياخذ الفانكشن هذا اوبجكت، الاوبجكت راح يتضمن اسم البوردر اللي هو راح اضيفه انا، تمام؟ اسوي له دوكيومنت سلكتر واضيف الكلاس الخاص بيه، كذلك كونسيبت ناب اعرفه واسوي دوكيومنت ويل سلكتور ناب لينك، تمام؟ استخدم ستايل. بعدها راح اضيف راح اجي اقول له بوردر دوت اد ايفنت لستر، تمام؟ هذا اللستر عند الضغط او نقول له كلوك افتح لي اوبجكت، الاوبجكت تريد تفتح لي ناب كلاس ليست، هيكون توجل، ذلك من اجل توجل بمعنى انه عند الضغط على هذه مجرد ما تضغط مرت يعني مرت الضغوط على
فتح الناب لينك والتوجل يعني عند الضغط مرة ثانية يعود يرجع مرة ثانية، تمام؟ فإضافة التوجل مهمة جدا. ونضيف الناب الاكتيف اللي عرفناه داخل هذا، يصير ترانسفورم ترانسليت ترانسليت اكس، تمام؟ وتغلق الوسم وتعطيه تشغيل بهذا الشكل، تمام؟ تشغيل بهذا الشكل. في الختام هو مجرد احنا ما راح نحتاج اي مكتبة لعمل شنو؟ لعمل نافيجيشن. كذلك ضمان انه يكون متجاوب مع جميع الاجهزة بطريقة سهلة ومبسطة من دون الحاجة إلى أي مكتبات، تمام؟ كذلك علمنا كيف إضافة الحدث هذا من أجل إظهار هذه الليست. شكرا للمشاهدة، أشوفكم في الدرس الجاي. راح أضيف مثلا سلايدر هنا هذا المكان، وراح يكون من غير الحاجة إلى أي مكتبات، مجرد CSS بسيط. تابعوني على قناة سومر للحلول البرمجية، سومر للبرمجة، تمام؟ أو صفحة مبرمجين. مع السلامة، أشوفكم بخير. أي سؤال أي استفسار راسلوني على صفحتي في فيسبوك يا حتمي، أو تعليق معين. اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الإشعارات ليصلكم كل جديد. مع السلامة.